في ايه؟ في ايه؟ فين بقية الزملاء؟ بخيت اصحى يا بخيت، اصحى يا سيادة النائب. عشا مهيج الجماهير. اهدى انت هتنام تاني يا بخيت، ده احنا بقينا الظهر. عشا المهيج. صباح الخير يا امي. صباح النور يا ضنايا، انت بتحلم ولا ايه؟ ما تفوق عمي مفشفش. يا ضنايا يا ابني معلش، تعيش وتاخد غيرها، بس ان شاء الله ربنا هينصرك على مين يا عدي. اما راح اعمل لك الشاي. المهيطة اليابة. خد يا معلم، علق لنا الصورة دي جوه. من عينيا. خد انا علق الصورة دي جوه في حتة نور. حاضر يا معلم. وقول لي رسم بيه، احنا في الخدمة. وانت خد يا بخي، افتح الباب عشان ايدي مش فاضية. شفت؟ شفت الراجل الدلالي ادى 5000 جنيه للمعلم بتاع القهوة علشان يشيل يوفاتنا ويحط يوفات رسمي. 5000 جنيه؟ ايوه. يديني نصهم وانا اكتبهم له كمان بنفسي. خيانة! ايه ده يا بخيت؟ بعتنا؟ بعت القضية من ورايا يا بخيت؟ ايه اللي جاب الصور دي هنا؟ اهلا 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 بالانصار، اهلا اهلا. ايه اما اللي انت معلقاه ده؟ ايه دي نتايج يا ضنايا مكتوب فيها مواعيد الصلاة، كانوا ايه بيفرقوهم كده على الجيران. انا بقى ما سبتهمش الا ما خدت منهم 3 بلوشي. بلوشي فالحة يا اما، لو كل النخابين زيك هنضمن نسقط دي 3. احنا لازم نعمل كام صوان كبير نلم فيهم الناس. انت بتخرف بتقول ايه؟ السرادق الواحد هيتكلف كذا 1000. امال هنلتقي بالجماهير ازاي؟ نحن الاهلي. والله بيتكلم كلام مظبوط. وليه؟ قول يعني بدري احنا ما نكلف نفسينا ونعمل صوان، نستغل الصوانات بتاعت المرشحين التانيين. نحن الاهلي. بالظبط كده. الشريعة يا اخواني هي الحل، وسأعمل يا اخواني على ترميم المساجد ونشر الدعوة، زيادة التعليم الديني في كل المدارس والجامعات. تسقط الحكومة الغاشمة، تسقط المعارضة الخائنة، والويل للكفرة. إخواني المسلمين، أخواتي المسلمات، هذا الرجل يدعو لترميم المساجد، وهذا لا يكفي. فإذا كانت القاهرة بلد 1000 مئذنة، فلتكن الأسكندرية بلد 5 مليون مئذنة. الله أكبر يا بخيل. الله أكبر يا بخيل. الله أكبر يا عديلة. الله أكبر يا عديلة. إيه ده؟ من سمح لهما بالكلام؟ نحن نطالب بمناظرة إسلامية بيننا وبينكم، والأمر شورى لأمة الإسلام. اخرصي يا فاجرة، لعن الله المرأة المتبرجة والناشز، وخابت جماعة ولت عليها النزاع. اطردوهم برا، اطردوا الزنادقة دول برا. من منا زنديق؟ هذا الرجل يدعو إلى نشر التعليم الديني، وهذا لا يكفي. نحن نطالب بغلق جميع المدارس والجامعات لأنها تفتن الشباب. هذا الرجل يدعو لمنع البيرة والخمر، وهذا لا يكفي. نحن نطالب بمنع البيرة والخمر والمياه المعدنية والكازوزة والعصائر، خصوصا عصير القصب. ونريد منع أيضا السينما والمسرح والتلفزيون والسلمون والبسطرمة، وتجنب الفول المدمس لأنه يفسد العقول. والله ولي التوفيق. الله أكبر يا بخيل. الله أكبر يا بخيل. الله أكبر يا عديلة. الله أكبر يا عديلة. بره، اطردوهم بره، زنادقة كفرة. أدعي عليكم دعوة وأجيب أجلكم. دول داخلين علينا. خرجونا من هنا. اثبتوا يا نساء. الموضوع محتاج تراجع تكتيكي. تكتيكي؟ انسحاب.
يشرفنا بأن يكون بيننا ثلاثة من السادة الوزراء المخلصين، جاءوا خسيسا لمعاصرة أبناء الإسكندرية البررة، الأستاذ الدكتور واصل عبد الحميد ورجل المواقف والمبادئ الأستاذ رسم الواثق، أنا مش هقول وعود، إحنا بتوع مشاريع كلها لخدمة أهالي اسكندرية، وكمان مش هتكلم عنها، هسيب السادة الوزراء هم اللي يتكلموا عنها ويقولوا إزاي هينفذوها بعد ما ننجح في الانتخابات أنا والدكتور واصل إن شاء الله. عاش الجمل، عاش الهلال، عاش الجمل، عاش الهلال، عاش تحالف الجمل مع الهلال، عاش تحالف الجمل مع الهلال، عاش الجمل، عاش الهلال، عاش الجمل، عاش الهلال، عاش تحالف الجمل مع الهلال، عاش تحالف الجمل مع الهلال. بسم الله الرحمن الرحيم. عاشت الحكومة وتسقط المعارضة. يحيى الحزب الميري. يحيى الحزب الميري. شكرا شكرا. فلتحيوا معي المسؤولين الشرفاء، رجالات مصر الأوفياء، السادة الوزراء، حيوا معي. مين دول يا رسم؟ ده ولد هلفوت بيشتغل عندي، نازل انتخابات، أنا وقفته عن العمل، والبنت اللي معاه دي نازلة فئات. فليحيا الوزراء الأحرار. على إذنك بس يا الوزير. الجردل والكركة يا إخواني في صف الحكومة، فانتخبوهم وانتخبوها، وعاش التحالف مع الحكومة. عاش الجردل، تحيا الكنكة، عاش الجردل، تحيا الكنكة. أقولك إيه، نزلوا الهلافيت دول إن شاء الله بالقوة. لا لا، بلاش العنف ده والوزراء قاعدين. نحن نطالب بمناظرة ديمقراطية أمام الجماهير لتعرفوا من هو الأقدر بالدفاع عن الحكومة، نحن أم هؤلاء؟ عاشت حكومة الشعب. وعاش شعب الحكومة. فالحكومة يا إخواني لابد لها من شعب تحكمه، والشعب لابد له من حكومة تشكمه، فهنيئا للحكومة بالشعب، وهنيئا للشعب بالحكومة. عاشت الحكومة للشعب، وعاش الشعب من أجل الحكومة. ونحن نعلم جميعا أن الشرطة في خدمة الشعب، فحيوا معي رجال الشرطة الأحرار. عاش تحالف الشرطة مع الشعب، عاش تحالف الشرطة مع الشعب. الله أكبر والنصر للشرطة، الله أكبر والنصر للشرطة. المهيطة يا بلاش، بس الشرطة ما تحبسناش، المهيطة يا بلاش.